كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. قارئنا الذي يعتلي منصة التلاوة، أقول له في هذه الليلة تضع نغما هي كحجر أساس، فتصل نورا في القلب والراس. اقرأ يا شيخ محمد فحبك تاج على الراس، سكنت القلب وملكت الإحساس. قارئ يوزن بين الناس بالذهب، وأنت عندي يا شيخ محمد أثمن من الماس. قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ مسجد سيدي أبو المرسي أبو العباس بمدينة الإسكندرية، فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين بالله، فمع آيات مسك الختام. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء لا إله إلا
وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم أفلا تبصرون أفلا تبصرون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هذا
وضل عنهم ما كانوا يفترون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس شيئا والأمر يومئذ لله
إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلون يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى
ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام وهكذا وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى مسك ختام هذه الليلة بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد عبد البصير. وكانت هذه التلاوة ختاما لهذه الليلة التي أقامتها أسر عائلات الدبش تكريما للحاج محمد رحمة الله عليه وأسكنه الله فسيح جناته. مشاركة منا واجب العزاء في هذه الليلة الى اسر عائلات الدبش وعلى رأسهم الاستاذ المهندس احمد محمد محمود الدبش. مشاركة واجب العزاء للمرحوم الحاج حسني اباظة استاذ حلم الدبش والاستاذ عبد الهادي استاذ صلاح الدبش والاستاذ عاطف وجميع عموم العائلة الذين يشكرون كل من اتى وجاء ليقدم واجب العزاء. شكر ايضا الى صاحب بالهندسة الصوتية المتميزة إدارة الباشمهندس محمد الصعيدي المقيم بالمحل مركز طنطا بمحافظة الغربية. شكر أيضا الأولاد الحاج عبدالله أبو غنيمة أصحاب الفراشة أصحاب الإنارة. شكر أيضا إلى صاحب التصوير العالمي محافظ طراز مولانا الشيخ محمد الليسي باشمهندس ناصر صلاح وأولاده والمقيمين من الزقازيق الشرقية. شكر أيضا إلى أصحاب الخدمات الفندقية إدارة المتر محمد صلاح مقيم بغطوالة من يلقمية الشرقية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام وكان معكم من أسرة المذيعين محمد إسماعيل درويش. دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.